بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 12: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا الحديث يدل على جواز الصلاة في النعال، والشارح الإمام بن دقيق العيد رحمه الله في اجتهد كثيرا في أن يعني يقلل من دلالة الحديث على الاستحباب، وعبارة الشيخ البسام الله رحمه الله قال: اجتهد فيما لا حصل له أو ما حصل فيه، واجتهد بمعنى أنه فعلا كان تكلف كثيرا. الذي يدل على الاستحباب هو الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أو خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. عبارة صلوا في نعالكم أمر يكاد يكون للوجوب، وخاصة ما دام أنه يقترن بالمخالفة أو طلب المخالفة، مخالفة اليهود ومخالفة المشركين، ما يدل على أن الأمر ليس قاصرا على الجواز. وعلى كل حال لا شك بمشروعية الصلاة في النعال مع ما عليه ديننا من الأمر بالطهارة، بمعنى أن يلاحظ المسلم الطهارة في شأنه كله وفي أحواله كلها، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، هذا معروف. والطهارة يعني حقيقة حينما تنظر في توجيهات ديننا في طلب الطهارة، وأن هذا الطلب جاء في هذه الأمة
من قبل 1400 سنة، ويكاد يكون الآن 1450 سنة. يطلب من المسلم أن يكون متطهرا، ووسائل التطهر التي جاء بها ديننا عجيبة، في الاغتسال وفي الوضوء وفي السواك وفي التطيب وفي التنظف وفي قطع الروائح الكريهة، بما لا يكاد يقع تحت حصر. إذا تأملتها أن هذا الطلب جاء قبل 1400 سنة، ورأيت أحوال الأمم في تلك الأزمنة لا يعرفون التطهر ولا يعرفون الاستنجاء ولا يعرفون الاستجمار ولا يعرفون بل حتى إلى الآن الاستنجاء لا يعرفونه ولا يكادون يعرفونه أبدا. ومعلوم أن الذين لا يستنجون لا يخلون من قدر ومن روائح كريهة في أبدانهم وفي ملابسهم ولا سيما الداخلية. فمسألة التطهر في ديننا ليست محل نقاش من حرصه على التطهر، بل حتى طلب من المسلم في المجتمعات إذا كان مع إخوانه أن يشاهد في قطع الروائح الكريهة، حتى نهى عن أكل الثوم والبصل، وأن يأتي المسجد وفيه روائح كريهة وأكل الكراث ونحن من الأشياء التي تؤذي المصلي. ولهذا حتى قال من أكل ثوما وبصلا فلا يقربن مصلانا، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به منه بنو آدم، مما يدل على التشتيت في الحرص على أن يظهر المسلم بمظهر المتطهر النظيف المؤدب الذي يراعي الآداب الاجتماعية ويراعي أحوال إخوانه، ويشاهد أن لا يكون سببا في مضايقتهم أو جلب الأذى لهم بأي أنواع الأذى من روائح أو من مستقدرات أو من غيرها. فديننا في هذا واضح، ونصوصه واضحة كتابا وسنة، إن الله يحب المطهرين التوابين المطهرين. وفي قصة قوبة كما تعلمون يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فلا إشكال في طلب ديننا في التطهر، ومع هذا أذن بالصلاة في النعال، مما يدل على أن الصلاة في النعال لا تتعارض مع ما طلب التطهر. وقد فصل العلماء أحكام أو مطلوبات الصلاة في النعال بما يحقق المحافظة على الطهارة والتطهر، والمحافظة على مراعاة أحوال إخوانك المسلمين في تجمعاتهم وجماعاتهم ولا سيما في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل المسجد فلينظر هل فينا عليه أذى فليطهرهما ثم يصلي بهما. يكفي في طهارة النعال أن يغلب على الظن أنها طاهرة، ينظر فيها يابسة لا تلوث، ليس فيها شيء مستقدر، إن وجد جرما فليزله، إن وجد جرما فيها في حين إن وطئ على شيء إما مبلل أو شيء له جرم من الأشياء المستقدرة فليزله، أو حتى بل يمسحه في الأرض ثم ليدخل. فتطهير النعال ليس كتطهير الثياب أو كتطهير اليدين أو كتطهير البدن، لا، تطهيرها بحسبها. هذا جانب. الجانب الثاني أن المساجد في القديم لم تكن مفروشة، فيها إما حصبة وإما رمل تراب أو نحو ذلك حسب طبيعة كل بلد، طبيعة كل بلد. بالبلدان بعضها يغلب فيها الرمل، بعضها يغلب فيها التراب، بعضها يغلب فيها الحصبة، ولهذا يفرشون المسلمون يفرشون مساجدهم مع حرصهم على نظافتها بنوع التراب الموجود أو نوع الموجود في ديارهم
أما إذا كان مفروشاً بسجاد فالسجاد يختلف، السجاد يقبل التلوث أكثر من الرمل والحصباء، الرمل والتراب والحصباء هذه معلوم أنها تتحمل ما يعني قد يعلق بالنعال من أشياء غير منظورة وأشياء بلل خفيف أو نحو ذلك، بينما السجاد لا، السجاد غالبا أو حتى أحيانا الأماكن الصقيلة كالبلاط، أحيانا البلاط يظهر عليه الأثر لما تسير وعليك نعل غالبا إن كان فيها شيء يظهر في البلاط، ولهذا ينبغي أن يلاحظ هذا، فتلوث الأرضية يختلف حسب نوعها، إن كانت رمل أو حصباء أو تراب هذه الأمر أسهل فيها بكثير لأنها تمتص مثل هذا ولا يضر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي في المسجد مجرد صب عليه ماء، صب فقط بل ولم يحجره بعد، يعني بعض الناس يتكلف يحجر، لا تحجر، صب عليه ويكفي. فإذا تنظيف الأرض بالتراب التي فيها تراب الأمر فيها سهل، مجرد تسكب الماء عليها مرة واحدة يكفي، وهذا يدل على نظرة ديننا لأنواع الأجرام التي تتعرض للتلوث، فالتراب يختلف، الرمل يختلف، القماش يختلف، الصقيل يختلف إلى آخره. فإذا كان الأرض مبلطة أو فيها سجاد لا، هذه ينبغي الإنسان إما يتأكد تأكدا تاما بيبسها وعدم تلويثها وإلا لا يصلي فيها، هذا جانب. الجانب الثاني الجانب الاجتماعي وهو ألا يتخطى الناس بنعليه، لأن هذا أيضا مستقذر وفيه نوع من لا شك الإيذاء، إذا كان عليه نعلان فلا ينبغي أن يتخطى الصفوف بنعليه، لأن هذا لا شك أنه يؤذي المصلين، فإذا كان مجرد التخطي يؤذي فما بالك إذا تخطى وعليه نعلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تخطى الصفوف يوم الجمعة اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، وهو مجرد متخطي وليس عليه نعلان، مما يدل أيضا أن هذا ينبغي أن يلاحظ في لبس النعلين كذلك. ولكن أيضا أحيانا قد تأخذ النعلين بيديك ولا مانع وتضع أمامك وأنت تصلي، أو تضع حتى بين فخذيك، بعض الناس حتى في القديم ذكر عن بعض العلماء أنه حينما يصلي يضع عليه بين فخذيه ويصلي، وهذا لا إشكال فيه، يعني حتى وإن كان فيها يعني لا بد أن يغلب على ظنه طهارتها، لكن لو كان فيها نوع من البلل الخفيف لا يضر أن يضعها بين قدميه وفخذيه ويصلي، لا إشكال فيه، أو يضعها أمامه لا إشكال. المقصود أن الصلاة في النعلين سنة، لكن كما قلنا مع مراعاة أحوال الناس ومراعاة الأدب مع الناس ومراعاة نوع الأرضية كما قلنا، والرسول لما داوم عليها يعني أكثر صلاته بدون عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أغلب صلواته بدون عليه، لكنه صلى بن عليه، صلى بن عليه بأمر ثابت ثبت ثبوتا لا يساوره شك أنه صلى في عليه، ومرة صلى كما تعلمون وكما الحديث ثم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم؟ قالوا خلعنا، قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها أذى، أتاني جبريل فأخبرني أن فيها أذى. فإذا يعني ومع هذا لما صلى وأخبره لم 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 تفسد الركعات الأولى، بنى على صلاته
بنى على صلاته. مثلا لو أنك صليت وفي غطاء رأسك مثلا تبين لك أن فيه نجاسة وأنت في الصلاة اخلعه وأكمل صلاتك ما في إشكال، لا تعيد الصلاة وتبني على ما سبق. هذا المقصود، بمعنى يتذكر أو بنى أن في أنه يحمل جناء النجاسة ونسيها يلقيها ويصلي ويستمر في صلاته، ما لي إشكال في هذا. المقصود أن هذا الحديث قال: سألت أنس ابن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال نعم. فهذا يدل على مشروعية الصلاة في النعلين مع مراعاة ما ذكرناه مما يحافظ فيه المسلم على الأدب مع إخوانه. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أيضا هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنته، بمعنى أنها سبطة من الأسباط، أولاد البنات يسمون أسباط وأولاد الأولاد يسمون أحفاد، وإن كان يجوز إطلاق أحفاد على الجميع وأسباط على الجميع، لكن يعني للغة مصطلح أهل اللغة أن الأسباط أبناء البنات والأحفاد أبناء البنين. وهو حامل أمامة بنت زينب، زينب هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بناته، وهي بنت خديجة وهي أخت فاطمة، زينب هي الكبرى، هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى رضي الله عنها، وزوجها أبو العاص بن الربيع، ولها قصة كما معلوم. أبو العاص هذا أمه هالة أخت خديجة، أمه هالة أخت خديجة، بمعنى أنه وزينب أبناء الخالات، يعني خديجة خالته وهالة خالة زينب، فهم أبناء خالات. هو تأخر إسلامه لما أسر في بدر فدته زينب زوجه وقبل فداه، لكن اشترط على العاص أن يدعها تذهب إلى المدينة لأنه مشرك وهي مسلمة، قال بشرط أن تبعث بزينب إلى المدينة، وفى بالشرط فبعثها. ثم أسر في أحد، أيضا أجارته وقبل جواره ثم أسلم، ردها إليه بنكاحها الأول، ردها إليه بنكاحها الأول، وفي هذا فوائد فقهية كثيرة جدا. وأيضا حينما فدته بقلادة كانت خاتمة من أمها خديجة، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثت للرسول بالقلادة تفدي زوجها، فتأثر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بالفداء هذا، لكن اشترط عليه أن كما قلنا أن يبعث بزينب إلى المدينة للهجرة ووفى. فالمقصود أنهم أبناء الخالات، هو ابن هالة وزينب بنت خديجة، فهم أبناء الخالة، وهو طبعا من عبد الشمس، يعني من بل بني عبد المناف. وأمامة رضي الله عنها بنت رسول تزوجها علي بعد فاطمة، بمعنى فاطمة خالتها، فاطمة خالة أمامة،
ولما توفيت فاطمة تزوج علي أمامة وهي بنت زينب. فالمقصود هذا كلام يعني لطيف من حيث ربط الأسري والربط يعني العلاقات الأسرية في هذا البيت النبوي الكريم. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. طبعا أمامة صغيرة، أمامة طفلة صغيرة كان يحملها. العلماء قالوا إنه لا مانع أن يحمل الطفل وإن كان ليس هناك حاجة كبيرة، ليس بالضرورة أن تكون الطفل بحاجة وأنها تبكي وأن أمها ما هي موجودة، لا يلزم. وهذا من سماحة هذا الدين، سواء في العبادات أو في العلاقات الأسرية الحميمية والحنو على الأطفال. وما ينبغي حقيقة يا أخواني، ينبغي أن يكون الرجل في بيته لطيفا مع زوجه ومع إخوانه وأخواته وأبناء أخواته وأبناء إخوانه وأبنائه وأحفاده، يكون لطيف. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم على مقامه العظيم وعلى مسؤولياته ومهماته يحمل بنت بنتي وفي الصلاة، ولم يرد أنه حملها لحاجة، يعني ما لأنها تبكي أو لأنها مريضة أو لأن أمها مشغولة أو لأن كذا كذا، لا، يحملها حمل يعني حلو أطفال، حلو أبوة، سواء أب أو جد، هو جدها صلى الله عليه وسلم جهة أمها. فينبغي الإنسان يكون رقيق، وتأكدوا أن الرقة لا تؤثر على قوة الشخصية، بل تكون فيها جاذبية. كن الأب حينما يدخل البيت يشعر الإخوان الأبناء والبنات والصغار والنساء يشعرون بالحنان ويشعرون بالدفء ويشعرون بالرفق ويشعرون بأنه دخل من يسرهم ودخل من يبش في وجوههم وينشر الابتسامات والسرور في البيت. لا يعني لا ندخل عابسا مقطبا ولا كذا، لكل أوامر ونواهي ونقد وتتبع للعثرات وللزلات، هذا ليس 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 من شأن الرجال ولا من شأن القياديين ولا من شأن الذي يرعى أولاده وأهله. نعم يكون حازما، الحزم لابد منه، لكن الحزم لا يتعارض أبدا مع اللطف ومع المحبة ومع إبداء مشاعر المشاعر الإنسانية الصادقة. بعض هؤلاء القساة ليس لأنه ليس عنده مشاعر، عنده مشاعر لكنه يكتمها. لا، أبدها يا أخي، أبدي لطفك، أبدي مشاعرك، أبدي حنوك، أبدي ابتساماتك. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يحمل بنته في الصلاة، بنت بنته صغيرة، فكان كما قال في التعبير إذا سجد وضعها وإذا قام حمله. تصور حاملها ويصلي ويركع وهي معه، فإذا سجد وضع في الأرض، ثم السجد الثانية، فإذا أراد أن يقوم أخذها مرضى وحملها. هذا يعني عجيب، يعني في 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 هذه الأدبيات والأخلاقيات في ديننا، مع أننا في عبادة والشغل والعبد واقف بين ربه، وهذا كله لا يتعارض مع هذه الحركات التي فيها فعلا بناء أسري وفيها بناء البيت المسلم. هذا جانب. الجانب الثاني أن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، ولا شك أن الحركات أنواع، الحركات في الصلاة أنواع، في حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة التي لا داعي لها، الحركة الكثيرة التي لا داعي لها هذه تبطل إذا كثرت. وإن كان يعني قد من الصعوبة ضبط كم الكمية، بعضهم قال هي
بحيث إذا رأيته تقول إن هذا لا يصلي من كثرة حركته وكثرة لما ترك هذا ما يصلي، لأن يعني يصلي لو سمت، اللي يصلي له سمت وعليه هدوء وعليه سكينة لا يكاد يتحرك. أما كثير حركة بحيث لو جاء إنسان عادي وراقر ما كان في صلاة، بعضهم قال إن هذا هو ضابط الحركة المبطلة. لكن على كل حال يعني ليس هناك حد محدود دقيق بحيث أنه إذا فعله بطل صلاته، وإن كان بعض العلماء حدها بثلاث لكن صعب ما طبعا التي من غير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة فلا مانع ولو كثرت، إذا كان هناك حاجة ولو كثرت، مثلا لو أراد أحد أن يمر وردته حتى قال الرسول فليقاتله فإن معه قرين، حركات هذه لا تبطل لأن حركة مطلوبة. أو مر عقرب أو حية فاشتغلت بقتلها وأنت في الصلاة ما يضر، الحركة هذه على كثرتها محتاج إليها لا تبطل الصلاة. والحركة أيضا المحتاجة يعني قد يكون حكة أو كذا، حتى لو كان في حكة شديدة واحتاج يتحكك لا مانع، لأن أحيانا الحكة أحيانا تؤذي وتشغل بحيث أنه يعني قد لو تركها قد ما يعني يركز في الصلاة. المقصود أن الحركة نسبية، الحركة نسبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحمل إمام حامل أمامة ودل على أن مثل هذه الحركة أنها لا تبطل الصلاة. وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وأيضا تقدم في الكسوف وتناول قطف العنب. فمثل هذه الحركات التي يعني يحتاج إليها فإنها لا تؤثر في أو لا يمنع منها في الصلاة. لو نحن طرق الباب وأنت غريب لا مانع تفتح له وأنت تصلي وتتقدم خطوات، أو حتى إذا كنت في الصف مثلا أمامك فرجة فمشيت في الصف الذي أمامك لتسد الفرجة هذه ما يضر، هذه حركات مقبولة ولا تؤثر، وهي فعلا لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة. فلو كان أمامك فرجة في الذي أمامك ومشيت خطوات لكي تسد هذه الفرجة إشكال فيه. المقصود أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه، وكما قلنا هذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ويعني عطفه ولطفه، وأنه يسن لنا مثل هذه الأفعال والتصرفات التي يعني تدل على الإنسان السوي الذي يحفظ بيته ويحفظ على بيته ويحب أهل بيته ويتعاطف مع الصغار ومع الكبار، كل هذا مما ينبغي ملاحظته ومراعاته. نعم. الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا حديث أنس رضي الله عنه أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قول وليس فعل، هذا قول. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ورد يبسط وينبسط ويتبسط، كلها وردت بهذه الأفعال بهذه الشقاقات، يبسط ينبسط يتبسط كلها وردت. اعتدلوا في السجود، الاعتدال في الركوع واضح، وهو كما قال لم يشخص رأسه ولم يصوبه في الركوع، يعني يستوي الظهر الرأس مع الظهر، وبحيث أن هذا هو الاعتدال في الركوع، الاعتدال في الركوع. وقلنا أنه لا يرفع رأسه ولا
يصوبه، وإنما يجعل رأسه مسامتا لظهره، ويجتهد أن يكون ظهره أيضا مستويا. وحتى قيل في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صب الماء على ظهره ما انساب لا يمينا ولا شمالا ولا أمام ولا خلف من يعني شدة اعتداله عليه الصلاة والسلام. هذا الاعتدال في الركوع. الاعتدال في السجود لا، لابد أن الرأس يكون في الأرض والظهر مرتفع إلى أعلى كما هو معلوم، لكن الاعتدال في السجود هو وضع الرأس والجبهة والأنف على الأرض، ووضع اليدين على الأرض والركبتين، ويجافي كما قلنا بالأمس يجافي العضدين عن الجنبين، ولا يبسطهما على الأرض كما يبسط الكلب، ولا أيضا يضع بطنه ملاصقا لفخذيه. هذا هو الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود أن يضع جبهته وأنفه على الأرض، ويديه أيضا بطونهما إلى الأرض، وركبتيه أيضا على الأرض، ويفرج ذراعيه عن جنبيه، وأيضا بطنه عن فخذيه. هذا هو هيئة الاعتدال في السجود، وينبغي أن نلاحظ هذا. ومن الملاحظ يعني، وهذا لطيف في لحظه العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نهى عن التشبه بالحيوانات في الأفعال. فجاء مثلا هنا لا يبسط أحدكم ذراعيه عن بساط الكلب، ومر معنا بساط السبع، ومر معنا إقعاء كإقعاء الكلب، وأيضا كذلك لا يبرك بروك البعير، وأيضا لا ينقر نقر الغراب، وأيضا لا يلتفت التفات الثعلب، وأيضا لا نقرب الله صورة حمار. يعني كثير تنبيه إلى التنفير من التشبه بالحيوانات، وقد يكون في أيضا فيه تقريب لبيان الفعل المنهي عنه، تنفير وأيضا توضيح كما يعبر المعاصرون وسائل إيضاح. فحينما يقول التفات الثعلب، الثعلب كثير الالتفات، نقر الغراب أيضا بسرعة، بروك البعير طبعا للركبتين، وهذا في خلاف طويل في، وقد يأتي معنا المزيد حديث عنه. يعني بمعنى لا يبرك بروك البعير، قالوا أنه ينزل ركبتيه قبل يديه، وقيل أن الركبتان هنا هما اليدان لأن الركبتان الأمامية، بينما على كل كلام في العلماء طويل في هذا الموضوع، لكن المقصود أن التنفير هو بالتشبيه بالحيوان، ويبسط انبساط الكلب أو بسط الكلب أو تبسط الكلب أو تبسط السبع، والسبع كل أنواع السباع من الذئاب ومن الكلاب ومن الأسود والنمور إلى آخره، كلها تسمى سبع، والقطط من السبع كذلك أيضا. وأيضا كأذنابي خيل شمس، كأذنابي خيل شمس، وهي حركة الأيدي عند السلام. وعند فالمقصود أنها يعني جاءت أنواع التشبيه بالحيوان، ما يدل على أن في هذا ملحظا، وهو أولا التقريب والبيان، والأمر الثاني البعد عن مشابهة الحيوان، لأن الحيوان عاجم وعجماوات، والإنسان مكرم، الإنسان مكرم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.